السلام عليكم، يزيد ابو صابون فاعل جمعوي على منطقه المحمديه. احنا اليوم في الاقتراع ديال 7 اكتوبر في اطار الانتخابات التشريعيه اللي كنتمنى ان شاء الله يعني تسود فيها ديك النزاهه، والحمد لله احنا جينا نصوتوا وباش نختاروا داك يعني المرشح ديالنا، وكنتمنى ان شاء الله الحكومه المقبله تكون حكومه جيده في الاعمال ديالها، خاصه في عده مجالات، مجال التعليم، مجال الصحه اللي الحمد لله كيدهور هذا المجال. وكنتمنى ان شاء الله هذا المنتخبون يطبقوا داك الحكامه، لان احنا اختاريناهم كناخبين، وتمنوا كهذه الحكومه الجديده تكون ربما لان تكون يعني اخر امل غيعولوا عليه المغاربه خاصه وعامه والمحمديه خاصه، لان المحمديه عندها واحد الاشكالات كثيره، خاصه لان بعض المجالات اللي خاصها تشتغل، خاصه المجال الصحي والمجال ديال التعليم والمجال البيئي. وحنا محتاجين ان شاء الله هذا المنتخب اللي غنصوتوا عليهم، يعني احنا درنا فيهم الثقه ديالنا، ونتمنى وان شاء الله يكونوا في حسن الظن ديالنا كناخبين، ونتمنى ان شاء الله كما كنقولوا ان الحكومه ديال 2016 2021 تكون حكومه فاعله في جميع المجالات ان شاء الله.